السلام عليكم. معلش نراجع الدرس اللي فات ان شاء الله على السريع. تحدثنا في الدرس اللي فات طبعا، قلنا الليد ثنائي الضوئي يستخدم عادة لإظهار الحالة، يعني غالبية استخدامه لإظهار الحالة، لكن في أجهزة قلنا ممكن يستخدم فيها الأنظار التيار الكهربي ويكون جزء أصيل من الدائرة، لكن في الغالب هو بيكون لإظهار الحالة. الثنائيات العادية اللي عندنا الأحمر والأصفر والأخضر، هذول اللي احنا بنعرفهم، هذول الجهد بتاعهم جهد العتبة حوالي 2 فولت، جهد العتبة حوالي 2 فولت، وقلنا احنا نتعامل معاهم على أساس أن التيار تبعهم 20 ملي. لكن هم بيتحملوا تيار من حوالي، يعني حوالي 5 ملي بيضوي كويس لغاية فوق ال 30 ملي، بيكون هو بكون ضاوي، يعني اقصى اضاءه تبعته عند حوالي 30 ملي، بعد هيك ممكن يحترق. في عندنا المصابيح اللي بنستخدمها للاضاءه اللي هو بكون جهده حوالي 3 و6 من 10 فولت، طبعا بتوهج وبنحرق. وتحدثنا عن انه السبب في الجهود تبعت اختلاف في الجهود تبعت الثنائيات الضوئيه عن الثنائيات العاديه، اللي هو نفس الحاجة، انه في عندنا مثلا احنا دايود من السيليكون جهد العتبة بتاعه 6 من 10، عندنا دايود من الجرمانيوم جهد العتبة تبعه حوالي 2 من 10، جهد من الجاليوم او السنايد مثلا 1.42 من 100، وهكذا. يعني ايش هي المواد اللي دخلت في تصنيع الثنائي هي اللي سببت قديش يكون جهد العتبة بتاعه. يعني هذه مش حاجة بيصممها المصمم، انما هي تيجي مفروض عليه، ان هو بيصنع الثنائي من مادة معينة اساس يحصل على لون معين او على اي ميزه معينه، فتطلع معاه انه جهد العتبه معاه بهذه القيمه. الطويل طبعا انود والقصير كاثود، زي الموضوع ما يقارب المكثفات، وبيتركب بشكل يعني زي بالشكل اللي انت بتشوفه هنا، هذا بيجي على الجهد الموجب، هنا بنيجي على الجهد الموجب، وهنا بكون طبعا على الجهد السلبي. ايوه، حكم الماده هو اللي بحدد قديش الجهد تبعه بالضبط يا احمد كينج. حكم يعني ايش هي الماده اللي تصنع منها الثنائي هي اللي بتحدد. اللي موجود عندي حارفعه، لانه انا زي ما حكيت قبل هيك انه عندي كذا، يعني كنت بستخدم كذا كذا جهاز وتبعطرت العتبة. يعني لما احنا بنوصل الشريحتين الموجبة والسالبة مع بعض، بتكون ما بين الشريحتين منطقة بنسميها منطقة نضوب، اللي هي بتتعادل فيها الشحنات الموجبة والسالبة، فبترجع هذه منطقة النضوب بتكون مادة شبه موصلة. هذه المادة شبه موصلة اللي تكونت بين الشريحتين الموصلتين الموجبة والسالبة، هذه المنطقة تسمى منطقة النضوب. منطقة النضوب هي تاخذ جهد، بنسميه هذا الجهد جهد العتبة. وعلى فكرة يمكن كلمة العتبة يعني تكون مش كثير مشهورة، لكن هي قلنا انه برضو يعني لو كان الثنائي مقصوصات اطرافه غالبا بنلاقي فيه شقة فيه عدلة فلات، يعني شقة فلات بنعرف انها ايش على الكثرة. طبعا احجام الثنائيات مختلفة. الثنائي ما بيتركبش على البطارية أو على مصدر الجهد بشكل مباشر، بيتركبش بشكل مباشر، دائما وأبدا لازم يكون معاه مقاومة عشان تحدد مرور التيار اللي فيه، عشان تحدد مرور التيار. بعدين الثنائي لا يتحمل، لازم مقاومة، بتحملش جهد عكسي عالي، يعني احتمال لو أنا أعطيته 6 من 6 فولت عكسي احتمال ينحرق معاه، ما بتحملش جهد عكسي عالي، عشان هيك ما نحاولش نخطئ في تركيبه على يعني بشكل عكس. قلنا عشان نحسب قيمة مقاومة الثنائي، المقاومة المناسبة للثنائي، ممكن نستخدم الصيغة اللي هي R. أنا طبعا مجموعة القوانين اللي هي منبثقة عن قانون أوم، قانون للقدرة، قانون للتيار، قانون للمقاومة، وقانون للجهد. المهم يعني هذه الصيغة احنا معروفة عندنا. هنا التطبيق بيكون مباشر، وحكينا المره اللي فاتت انه لو كان مثلا عندي ثنائي على جهد 12 فولت
معنى ذلك انا بدي احط مقاومه، الثنائي هياخد 2 فولت، المقاومه بدل عليها قديش؟ 10 فولت. فبحسب انه هذه المقاومه 10 فولت بمر فيها تيار 2 من 10، فمن هنا بحسب القيمه اللي بتطلعها هذه المقاومه. وقلت انا انه الثنائيات بتركبوش على التوازي، الثنائيات بتركبوش على التوازي بسبب انه خواص الثنائيات لا يمكن انها تتساوى مع بعضها البعض لو مهما كان التصميم شديد. لكن طبعا بتركب يعني عمليا، والصينيين ركبوهن على التوازي، والصينيين ركبوهن على التوازي. وخلونا نشوف الكشافات. طبعا لو انت كنت بتقدر تركز كويس الكشافات هتلاقي ان وضعيتهم مختلفة عن بعض، واي خطأ عندك في الصيانة بسبب بأدية تلفها. نفس الحاجه اللي هي المواد التصنيع يعني تبعته، والنقاء اللي هو بيستخدمه. يعني ايش الشوائب اللي بيحطها هو، الشوائب اللي بتوضع على المواد اللي بيستخدمها في تصنيع الثنائي. هذه الشوائب يعني حرارته بترتفع بالاساس، يعني لو انت مسكته بايدك بتلاقي حرارته مرتفعه. عشان هيك هذه الشوائب من خواص خصائصها نفسها انها هي بتتحمل جهد عكسي، يعني من الخصائص تبعته. يعني مش حاجه هم صمموها، لا هي حاجات بتجيهم غصبا عنهم مش بكيف. يعني زي ما طلع معاه جهد العتبه هو ما بيقدرش يحدده، اللي بيحدده الخواص. برضه كل ثنائي هيكون له جهده الخاص، يعني في ثنائيات 7 و9 حاجات زي هيك، يعني جهود منخفضه مش عاليه. جهود العكس، الجهد العكسي منخفض كتير يعني. وبامكانك تجرب تعكس ثنائي وتركبه على بطاريه ممكن ينحرق يعني. بعدين احنا بهمناش، يعني بهمناش ندرس الجهد العكسي لان احنا ما بنركبوش بشكل عكسي. بس ايش بهمنا في هذا الموضوع في الجهد العكسي؟ انه انا ما بقدرش استخدمه للتقويم، يعني ما بينفعش انا استخدمه للتقويم، لان انا بدخل عليه جهد 12 فولت مثلا، جهد 12 فولت، واقول له والله بدي اياك تقومهم من محول. معنى ذلك انه هيجي عليه 12 و12 24، هيجي عليه حوالي 15 فولت جهد عكسي، فهينحرق. هينحرق. لما احنا احيانا بنركبه الثنائي الضوئي مباشره على جهد ال 220 فولت، بنركبه له طبعا مقاومه عاليه، ما بطولش يعني، بصمد هو بيشتغل شويه بعدين ما بطولش. ليش بطولش؟ لانه ما بيتحملش الجهد العكسي، ما بيتحملش المشاكل تبعت الجهد العكسي. في قضيه او موضوع كنا احنا ما تحدثناش فيه قبل هيك، اللي هو الثنائي العادي له جهد عكس صحيح محدد، بس هذا الجهد يعني كبير، يعني يعتبر كبير. لكن الثنائي الضوئي لا، الجهد العكس تبعه كثير منخفض، يعني ما بينفعش للتقويم. يعني اهم حاجه مثلا انه هو ما بينفعش تستخدمه في التقويم، حتى لو كان عندك التيار اللي بدك تاخده اقل من 20 مللي من الدائره، ما ينفعش تستخدم ثنائي ضوئي تقول بدي اخليه ايه، لانه حيضوي. هو على الاي سي بيضوي لانه ما بيلحقش يطفي، بيضوي اضاءه ضعيفه شويه، لكن ما ينفعش تستخدمه في التقويم. ماشي الحال. احنا يعني واحنا تحدثنا ذكرناش كتير انه المحول المواسطا، المحول المواسطا في عمليه التقويم. طبعا هنا انا كنت حكيت عن الدائره هذه امبارح كويس، وقلنا انه الترانس هذا 2 امبير، لكن انا باخذ اللي هو 6 فولت 2 امبير، لكن لما انا باخذ منه 12 فولت يعني 6 زائد 6 بقدرش اخذ منه 2 امبير، بقدر اخذ منه 1 امبير. الملفين هذول اللي هنا، هذول الملفين علشان يصير المحول مواسطا، ما بينفعش انا اقول هذا 12 وهذا 12، لازم يكون الملفين ملفوفات بطريقه معينه. ايش هي الطريقه المعينه؟ انه واحد فيهم بكون ملفوف عكس الثاني. ليش واحد ملفوف فيهم عكس الثاني؟ خلينا نشوف الرسمه اللي تحت. لازم الملفين هذول اللي هنا واللي هنا يكون واحد ملفوف بعكس الثاني. هيكون هذا شكل الاشاره على التحتاني مثلا، وهذا شكل الاشاره على الفوقاني. لاحظ هنا انهم عكس بعض، ملفوفين ايش؟ عكس بعض. لما يكونوا ملفوفين عكس بعض في الوقت اللي بيكون فيه هذا على هذه النقطه اعلى جهد، النقطه هذه بيكون عليها ادنى جهد. لاحظ انا الايش؟ الزمن.
لاحظ هنا الزمن، لما بكون النقطة هذه عليها أدنى جهد، النقطة هذه بكون عليها أعلى جهد. بهذه الطريقة بأستطيع إني أنا أقوم بتقويم الموجة الكاملة باستخدام المحول الموصل. بصير هذا الثنائي ديود واحد مثلا، ديود واحد مثلا بياخذ النبضة هذه، ديود اثنين بياخذ النبضة هذه. ليش بياخذ النبضة هذه؟ لأنها بتكون انقلبت هنا، النبضة اللي بقت هنا بتصير هنا، فالثنائي رقم اثنين بياخذ هذه النبضة. بعد ما احنا بنكون اخذنا طبعا هنا ديد، قلنا الديد رقم واحد مثلا، هنا الديد رقم اثنين، طبعا الاثنين هنا موصولات ببعضهم زي ما انت شايف، هنا في وصلة تامة. وخلينا نعرج على هذه النقطة، لاحظ الوصلة اللي هنا المعمولة، خلينا نعرج على هذه النقطة بهمش. لاحظ هنا لما في سلكين متقاطعين معاه في الرسم عمل كوبري، لاحظ الكوبري اللي هنا، هنا عمل كوبري، عمل كوبري. مش شرط في كل مرة يعمل تقاطع يروح اللي هو عامل كوبري، يعني أحيانا هو هيشتغل بطريقة ثانية لما تيجي معانا بفرجيك إياها. لكن هنا تقاطع، معنى ذلك إنه هاي الديود طلعت إشارته هنا، هاي الديود الثاني متصل معاه مباشرة، يعني الديودين هذول متصلين مع بعضهم، واحد بياخذ إشارة من الفوقاني والثاني بياخذ إشارة طيب. بيدل على عدم التلامس، بنمر بيقول ان هذول سلكين مش متلامسين، كل واحد بعيد عن الثاني، يعني مش متلامسين. الكوبري هذا انه الاثنين مش متلامسين. بعد هيك طبعا الدائره هذه بيلزم لها مكثف علشان نقوم بعمليه التقويم. لاحظ هنا المكثف بيبدا، لو كانت قيمته صغيره هيشحن الشكل هذا، يعني هيمشي معاك الجهد هنا في القمة، هيشحن ويفرغ في المنطقة هذه اللي ما كانش فيها جهد. المنطقة هذه اللي هي بتصير ما بين أقصى جهد وأقل جهد بتسمى الريبل. ريبل، الريبل هذا في مرة واحد سألني على فائدة الاستلسكوب. الريبل هذا لا يمكن تشوفه وتعرفه إلا بالاستلسكوب. الريبل هذا لا يمكن أنت تقدر تعرفه إلا بالاستلسكوب. الساعة العادية استحالة ما بتقدرش تقيسه. الريبل قلنا ما بنقدرش نقيسه، فعشان هيك لما يكون عند ريبل زي هذا معناتها بيعمل تشويش في التكبير على طول على طول، معناتها يا اما المكثف عطلان المسؤول عن التنعيم، يا اما كانت قيمته قليله. بس طبعا هو بالعاده بيكون عطلان، يعني على اساس انه متوسطك التصميم جاهز على طول، معناتها بدها يا زياده المكثف يا اما اذا يكون في لود زايد في الدائره، لانه في عندك المكثف، يعني في علاقه ما بين المكثف اللي انت بتركبه للتنعيم والتيار اللي انت بتسحبه. كل ما انت تسحب من الدائره تيار اعلى، كل ما يكون بلزمك مكثف اعلى. يعني زي كيف؟ يعني لو كان عندي على سبيل المثال راديو، خلينا نقول راديو، ايش الراديو؟ يعني 1 واط مثلا، ممكن استخدم له ثنائي واستخدم له مكثف مثلا 50 مايكرو وخلاص وخلصنا يعني. لكن لو كان عندي مش راديو، انا مثلا كان عندي على سبيل المثال تلفزيون، ما ينفعش مثلا اركب له مكثف 10 مايكرو، هركب له مكثف 200 مايكرو 300 مايكرو. لو واحد فيكم يعني بتعود يفتح الاجهزه، يفتح الاجهزه، هتلاحظ انه كل ما كانت قدرة الباور سبلاي اعلى، كل ما كان المكثف المستخدم في التنعيم اعلى. الجهد، كل ما كان استهلاك التيار من الدائرة اعلى، كل ما بدك تحط مكثف اعلى عشان ما يصيرش الريبل هذا عندك. في هنا يعني مش المكبسة اللي بيحول المتناوب الى مستمر، اللي بيحول التيار الكهربي من متناوب الى مستمر اللي هو الديود. الكباسيتور اللي هو بيعبي الفراغات هذه، بيحط العالي في الواطي، يعني زي ما تيجي جرافه على ارض عالي وواطي، بتسهمد العالي بالواطي. كل ما زاد التيار اللي بتسحبه من الدائره، كل معنى ذلك ما انت لازم تزود في قيمه هذا المكثف. وقلت لك يعني الواحد واط والاثنين واط ممكن تستخدم لهم مثلا مكثف 10 مايكرو او اقل. يعني على سبيل المثال، ايوه انا هنا بتذكر الان، لو انت فتحت لمبه
التنعيم هنا بيعتمد على استهلاك التيار الكهربي. يعني لو انت جبت مصباح علاء الدين، لا مصباح بيقل، لمبه بيقل، جبت لمبه بيقل. ماشي، رجعت تذكرني في قنطرة التوحيد عشان نحكي. انا حكيتها قبل هيك، انا باخذ طاقه كامله من قنطرة التوحيد غير ما استخدم ثنائي واحد. بس انا بقول لو جبت انت لمبه بيقل فتحتها، هتجد انه في داخلها مكثف 4.7 او 10 ميكرو فراد بس. كويس، هذه اللمبه ايضا انت مش محتاج لتنعيم جيد للتيار الكهربي فيها. لكن انتقل الان من هذه اللمبه وروح على جهاز ريسيفر مثلا. جهاز ريسيفر مثلا باور سبلاي تبعه 50 واط او 40 45 واط، هتجد ان المكثف تغير، من بدل ما كان 10 صار 45 او 47 مايكرو فراد. روح افتح شاشه ال سي دي مثلا، افتح شاشه ال سي دي شوف مكثف التنعيم قديش، هتلاقيه لا اتغير صار 120 مايكرو. طب افتح الاجهزه التلفزيون القديمه اللي هي يعني السي ار تي، هتجد انه مكثف التنعيم صار 200 او صار اكثر. كل ما الدائره فيها سحب تيار اكثر، كل ما مكثف التنعيم هذا لازم تكون جلده اكبر، لانه هو مش هيحط، لانه هو لو حط مكثف 100 حينعم، ولو حط مكثف 10,000 مايكرو فراد برضه حينعم. بس ليش هو يحط مكثف اكبر في حين انه قادر يستخدم مكثف اقل؟ فقيمة هذا المكثف بتعتمد على التيار المسحوب من الدائرة. ما حدش يطلب مني معادلة، من تقريبا يعني معلومات عملية، يعني انا بعطيك ارقام زي ما هي موجودة في السوق. يعني لمبة البي ال اوكي اكتشف انه هو 10 مايكرو، اوكي كويس لحد 22 مايكرو. ريسيفر مثلا ابو 35 ل 40 واط بتلاقي فيه 47 مايكرو. جهاز مثلا بتلاقيه 70 80 واط، ممكن تلاقيه 100 120 مايكرو. جهاز صار 250 واط بتلاقي لك اياه صار اكثر من، يعني من 200 مايكرو 220 مايكرو فراد. ماشي، في وظيفة ثانية ممكن احنا نستخدمها. طبعا احنا نحكي الان في التطبيقات، قلنا قنطرة التوحيد مهمة جدا يا استاذ احمد. يعني هنا لما انا بستخدم قنطرة باخذ الموجتين هذول او كل الموجات اللي هي طالعه، يعني اللي تحت واللي فوق بستغل الطاقه الكامله. لكن لو هذه نقصت، معنى ذلك انه نص الطاقه انا مش مستغله. يعني لو كان انا عندي على سبيل المثال يا احمد يا كينج، استاذ احمد الكينج، يعني لو كان عندي انا ترانس، يعني ترانسفورمر محول، قدرته على سبيل المثال 1 واط، قدرته 1 واط، انا استخدمت ثنائي واحد للتنعيم، بقدرش اخذ منه 1 واط، بقدر اخذ منه بس نص واط. لكن اذا انا استخدمت تقويم قنطره او تقويم موجه كامله، ساعتها بقدر اخذ منه الواحد واط كامل. ليش؟ ليش؟ لو استخدمت ثنائي واحد معناتها هذه النبضه مش حتبين، هذه وهذه مش حتبين، وبالتالي باخذ منه فقط نصف القدره. بامكاننا نستخدم المكثف لا مضاعفة الجهد. هذه طبعا الأرقام اللي قدامك، الأرقام اللي قدامك هي أرقام يعني حقيقية، يعني أنا قيسها بإيدي. هنا عندي مصدر جهد 28 فولت، في عندي هنا مكثف، عندي هنا دايود واحد، على الدايود واحد 40 فولت. ال 40 فولت هي عبارة عن إنه ال 28 فولت اي سي لما تم التقويم بتاعهم عن طريق المكثف دي واحد، فهنا عندي التقويم نصف موجه، هنا تقويم نصف موجه. لاحظ انه ال 38 فولت 28 فولت هم تقريبا القيمه الفعاله في ال 40 فولت. 28 فولت اللي هم هذول هم تقريبا القيمه الفعاله في ال 40 فولت، يعني ال 40 فولت هذه تكون هي القيمه الفعاله. بنكرر العمليه هذه كمان مره من تحت من هنا، فال 40 فولت هنا بتتضاعف الى 80 فولت. نيجي هنا، طبعا هي المفترض تصير 120 فولت، لكن انا زي ما تقول اعطيت النتيجه اللي تم قياسها، النتيجه اللي تم قياسها نعم في هدر للنصف، لكن لان القياس معايا كان 115 طبعا، لانه المقاومه، لانه
المكثفات اللي انا كنت مستخدمهم هنا، مكثف سي 1 وسي 2 وسي 3، كنت مستخدم مكثفات صغيره يعني 1 من 10 مايكرو فراد. يعني انا كنت مستخدم في سي 1 وسي 2 وسي 3 1 من 10 مايكرو فراد. احكي لكم الفكره تبعت مضاعفه الجهد. طبعا ركز معايا فيها لانه ما فيش عندي رسم. في النقطة هذه ال 40 فولت، النقطة ال 40 فولت يدخل عليها الاي سي، الاي سي اللي بيدخل من المكثف هذا على ال 40 فولت بيتحمل فوق الاي سي، يعني مش بينخلط معاه، بيتحمل فوقه، فبيصير زي ما يكون ايش عندك مثلا الموجة وحملت فوقها كمان موجة، يعني موجة وحملت فوقها كمان موجة، زي عملية تحميل يعني، فبروح اللي هو صاير 80 فولت. الآن لاحظ هنا إنه أنا مستخدم مكثفات 1 مايكرو، لاحظ إنه الاي سي حيدخل من هذا المكثف ثم من هذا المكثف عشان يتحمل على الجهد ال 80 مضاعف، مش عارف يعني كلمة مضاعف، هو في كل ديود ومكثف بتزيد الجهد نفسه كمان مرة، كل ديود مكثف بتزيد الجهد، يعني الجهد عندي بقى 40، حطيت دخلت عليه مكثف جهد اي سي، فال 40 بيطلعوا فوق ال 40 الاولانيين صاروا 80، رحت اضفت كمان مكثف، يعني دخلت الاي سي عن طريق كمان مكثف، فالاي سي بيصير فوق الدي سي اللي هو كان عندي في الاول 80، فبصير ايش 100، المفترض يكون 120، بس انا قلت لك اني مستخدم مكثفات 1 من 10 مايكرو، طبعا هم لا يصلح لل 50 هرتز، لكن انا بس عملت التجربه هذه عشان ايش تكون عمليه واضحه. الترتيب زي ما انت بتشوفه، ما تقوليش توازي توازي يا استاذ احمد، هي هيك هيك الترتيب، هذه اللي انت شايفها قدامك هنا، هذه تجربه حقيقيه، يعني مش مجرد حاجه، مش مجرد رسم، يعني هذه مش مجرد رسمه. ترتيب اجباري، ترتيب اجباري، يعني هذا مش مجرد رسمه، لا هذا تمرين عملي معمول ومقاس يعني. افتكر المره اللي فاتت حكينا عن القانون تبع حساب مقاومه المكثف، وطبعا قانون حساب مقاومه المكثف من الشيء الهام جدا فيه انه احنا بنستخدم مقاومه المكثف، نعم، او ممانعه المكثف بتكون يعني ادق الكلمه، ممانعه المكثف. قلت اهم حاجه فيها انه السي اللي هي سعه المكثف يعوض عنها بالقيمه الاساسيه، اللي موجوده في دائره الناموس هي مضاعف للجهد، هذا قديما، بس الدوائر الحديثه انا شفت عباره عن دائره الكترونيه بتشتغل بنوع من الشوبينج، اما تبعات الناموس البسيطيات زي هذه، يعني تبعات الناموس في زي هذه قارب للناموس. ما تنساش انه انت بتستخدم جهد 220 فولت، لما انت بتكبره، لما انت بتنعمه، يعني هنا حيصير عندك حوالي 300 فولت، هنا حيصير حوالي 600 فولت، هنا بصير حوالي 900 فولت، بتكون كافيه لقتل الناموس، نعم. لكن الدوائر الحديثه تشتغل على اللي بيشتغل فيه، بيشتغلوا على احجار اللي هي دائره شوبينج عادي، نعم، احسنت يا ليس، ليس مظبوط، هذه تستخدم في تبعات الناموس، نعم، اللي هم بيشبوا على التيار الكهرباء وبيبقى لونهم ازرق، نفس الدائره هذه بالضبط، نعم، بس بيشتغل هنا مش على 28 فولت، بيشتغل على 220 فولت. طبعا كمان بقول لك حاجه يا استاذ احمد، انه الثنائي اللي هنا لو اجى عليه 2000 فولت فهو ما بيكونش 2000 فولت، لا هو بس فرق الجهد بين هنا، يعني هنا 115 وهنا 80، يبقى هو بس ال 40 فولت اللي الفرقيه اللي هنا، وهذا 40 فولت وهذا 40 فولت، يعني الفرقيه اللي هنا، يعني انا مش مضطر هنا احط ثنائي يتحمل كل الجهد، لانه لاحظ انه هي الارض تبعي هو واحد. هو 40 فولت، نعم. يعني جهد عكسي حيتحمل مثلا هو 40 فولت. كل الثنائيات هذه جهد عكسي 40 فولت، جهد عكسي 40 فولت، جهد عكسي 40 فولت. لكن لو حطيت ثنائي من هنا للارضي بصير مطلوب مني يكون قديش 115 فولت، طبعا لازم يكون اكبر من هيك، بس انا بعطي لك فكره، نعم.
بسيطة، التيار ضعيف، التيار بضعف أكثر مما تخيل. التيار ضعيف، لا التيار تبع حاد الدائرة بينزل أكثر من النص بكثير، أكثر من النص بكثير، يعني كل ما أنت بتضاعف الجهد كل ما يعني بتضاعف الجهد بتضعف، التيار بينقص أكثر من النص، لأنه بصير في مقاومات زيادة. ضعيف جدا، نعم نعم تيار ضعيف، ضعيف ضعيف. لأنه عندك في فقد كثير حيروح عن طريق المكثفات، كل هذا مخسر. لكن في هذه الحالة أنت محتاج لإيش؟ لجهد عالي عشان أي تطبيق أنت عايزه، تطبيق معين. في عندنا طبعا من طبعا في من ضمن الأسئلة اللي سألتها في البريد، كان في سؤال من أحد الإخوة اللي هو عن المكثفات، كلامه صحيح يعني، الشخص أنا مش عارف مش فاكر اسمه، كلامه صحيح، هو سألني عن المكثفات. هي المكثفات اللي فرجنيها في الصورة هي نفس المكثفات اللي احنا بنحكي عنها. وفي الأسئلة الثانية اللي سألتها أنا، طبعا هي موجودة في ثنايا هذا، مش فاكر كل واحد باسمه، لكن اللي فاكره انه اجبت على معظم الأسئلة. لكن اللي انا فاكره كويس انه في الملخصات هذه اللي انا عاملها اليوم، او في الحاجات اللي انا حطيتها اليوم هنا، الكل يعني اجبت على كل الاسئله، اجبت على كل الاسئله اللي وصلت، اللي هو طبعا كان في سؤال عن المكثف، عن المقاومه، زمن شحن المكثف، يعني زمن شحن المكثف قانون عادي بسيط جدا، اللي هو وقت الشحن او وقت التفريغ، هو عبارة عن ضرب لقيمة مقاومة الشحن أو التفريغ في ساعة المكثف. الحاجة اللي بدنا نتذكرها دائما إنه عندما نستخدم هذه القوانين نستخدم القيمة الأساسية للساعة اللي هي بالفراد، والزمن اللي بيطلع عندي بيكون بالثانية، يعني بستخدم القيمة الأساسية في ساعة المكثف، و القيمة قيمة الزمن اللي تطلع عندي بالسكند، يعني بالثانية. هنا في محطوط مثالين انه مكثف 22 مايكرو، طلع الكلام مقلوب معايا، هو كلام انجليزي، هو مكثف 22 مايكرو ومقاومة 47 كيلو، مكثف 22 مايكرو ومقاومة 47 كيلو، فبيكون الزمن تبع الشحن والتفريغ تبعه ثانية واحدة. إذا كان المكثف 1 مايكرو فبيكون زمن الشحن أو التفريغ تبعه 33 ملي سكند، طبعا إيش؟ حوالي ثلث القيمة السابقة. وهذه الحاجات ممكن نركز فيها أكثر بعد ما أنت تاخذ الترانزستور، وبعد ما أنت تاخذ المذبذبات عشان تختار إيش هو المكثف المناسب معك. يعني تعتبر إحنا هنا متقدمين شوية في هذا الشيء، لكن إن شاء الله كله على خير. أستاذ أحمد الكن، صدقني يا أستاذ أحمد إنه أنا يعني بعتبر إنه قياس المكثف يعني قضية فاشلة. أنا بعتبر قياس المكثف قضية يعني فاشلة. دائما وأبدا يعني المكثف أنا بفضل أغيره. يعني أنا بقيسه بالساعة العادية ولو ما عجبنيش بغيره. كثير من المكثفات بتخدعنا يا أستاذ أحمد. إنه أنت بتقيسها على ساعة الفحص بتقيس شغالة. لا لا لا، مش صحيح. يعني انت ممكن تشتري ساعه رخيصه، ممكن تشتري ساعه رخيصه فيها قياس مكثفات، مش شرط تشتري ساعه متخصصه. يعني اذا بتشتري ساعه متخصصه معنى ذلك انت بتشتري حاجه غريبه. يعني لما بتشتري حاجه غريبه المكسب الهامش الربح تبع التاجر كبير، لكن لما انت بتشتري ساعه صينيه مثلا خلينا نقول ب 50 جنيه هتلاقي فيها فحص مكثفات وكويسه، يعني فبتقدر انت تشتري ساعه. وبعدين لو انت اشتريت ساعه تقيس لحديت 100 مايكرو معين، يعني مثلا الساعه اللي انا حدثتكم عنها اللي هي الثانوه يعني ساعه الثانوه بتقيس لحديت 100 مايكرو، اللي هي احنا تحدثنا عنها في هذه الدوره. ال 100 مايكرو هذا عندنا هنا في غزه ب 150 شيكل، يعني 150 شيكل يعني المفترض عندكم تكون ب 200 جنيه، بس انت بتعرف الانفاق والهذه بتغلي سعر الحاجة عنها، ف 200 شيكل مش كثيرة، يعني تعتبرش كثيرة، لأنه الساعة جيدة بصراحة لولا العيوب اللي أنا ذكرتها إلها عنها زمان.
خلينا هالجيتا فيما تبقى لنا من وقت، لانه انا برضه بصراحه يعني انا ما بقدرش اتاخر عن ميعاد المحاضره، لانه يعني في عندي اجتماعيات، يعني ما بقدرش اتاخر. هنا عندي دائره عباره عن 3 مقاومات موصل عليها مصدر جهد مقدار 12 فولت، فالجهد الكهربي حيتوزع على المقاومات هذه كل واحدة، بتقيس تحت 800 ميغا فولت، كل مقاومة من هذه المقاومات حتحجز على طرفيها جهد يتناسب مع قيمتها. خليك مركز معي يا استاذ احمد، كل مقاومة حتحجز على طرفيها جهد يتناسب مع قيمتها. الأربعة متساوية، 3 مقاومات متساويات، يبقى ال 12 حتتقسم على 3 بالترتيب 4 فولت 4 فولت 4 فولت. معايا؟ خلي. طيب الآن حنطلع فوق شوية وحأقول اتأكدنا الآن يا أستاذ إنه كل مقاومة حتحجز على طرفيها جهد يتناسب مع قيمتها. الآن في واحد قديش حتقيس؟ أرجو إن أنا آخذ إجابات، مش هعمل الاستبيان، ولا هعمل استبيان، استنى أشوف. ماشي، فشل موضوع الاستبيان. خلينا بعد في واحد قديش حيكون عليها؟ ماشي، معلش انا ما شفتش الاجابات اللي فاتت، كنت مشغول في الاستبيان ما ظبطش معايا. في واحد قديش عليها؟ 4. كويس، خلاص متفقين على 4، متفقين، تمام. طب في 2 قديش عليها؟ كويس يا استاذ محمد، ممتاز. حكيت كيف عرفنا انه هنا في 8؟ جمعت هذه المقاومة عليها 4 وهذه المقاومة عليها 4، فأنا بقيس هنا على المقاومتين مع بعض بتصير هنا 8. ممتاز ممتاز. طبعا هذا في 3 اللي بعرفوش بقى مش عارف ايش في الدنيا، ولا ما فيش داعي لذكره. هنا نفس الحاجة، نفس الحاجة، بس أنا هنا غيرت الجهد، أنا هنا غيرت الجهد. قولوا لي هكذا في واحد بالتقدير، بديش حساباتنا، بديش تجد نفسك في الحساب. أخ 3 و3 كويس، في 2، في 2 ماشي يا محمد، في 2 6، ممتاز ممتاز، كل شيء تمام، كل شيء تمام، كل شيء تمام، كل شيء تمام، كل شيء تمام. طبعا في كويس 6، ما تنساش الفاصلة يا استاذ احمد، يعني 6.6. في واحد هنا قديش؟ في واحد قديش؟ في واحد قديش؟ طبعا في واحد جواب صح، يعني في واحد بس اللي جواب صح، حتى في واحد بس. انا بديش تعقد المساله، انا حاطط لك حتى الجهد، مقدار الجهد اللي انا حاطه 10 فولت عشان اعمل لك حسبه سهله، يعني انا حاط 10 فولت عشان الحسبه تكون سهله، يعني ما بدهاش جهد. في واحد اللي هو دعم التدريب اللي هو الاستاذ محمد، اللي هو حيكون 2 فولت. كيف بتيجي 2 فولت؟ يعني ليش؟ يعني انا بدي اياك لما تتعامل مع الالكترونيات تكون في عندك استيعاب لتقدير قيمة الجهد حتى لو كانت مش دقيقة. يعني مش شرط انا دائما استخدم الورقة والقلم، مش شرط. يعني انا هحسبها زي هيك، هقول هنا مقاومة تساوي هذه، يبقى هذه عليها جهد زي هذه. هذه المقاومة لأن أنا موصل توازي حيكون عليها نص الجهد اللي على هذولا،
يعني هنا جهد، هنا جهد، هنا نصف الجهد، يعني اثنين ونص. عشرة على اثنين ونص تساوي أربعة، يبقى هذه عليها أربعة وهذه عليها أربعة، بتم على هذه قديش؟ اثنين. حاول أستاذ كوثر تستوعب الرسم. هنا أربعة، هنا أربعة، حيتم لهذه اثنين، هيك التقسيمة بتيجي. كويس، هلقيت له بدي أنا الأستاذ كوثر تقول لي في اثنين قديش عليه؟ في اثنين قديش عليه؟ في اثنين قديش عليه؟ أنا طلبت طيب ماشي، في اثنين قديش عليه؟ طبعا أنا مش هعلق على الإجابات اللي وصلت لحد الآن صح ولا غلط، لكن بقول في اثنين قديش عليه؟ لأنه في إجابات كانت صحيحة وإجابات مش صحيحة. ممتاز، 6 فولت، يعني ما دام الأخت كوثر قالت 6 فولت يبقى فعلا الموضوع هيك مفهوم. يبقى الموضوع هيك مفهوم. اوعوا تفكروا إنه أنا بعمل هدول الفزلكة. هذه دائما انا بعتبرها المقدمه لفهم عمل الترانزستور، يعني اللي بيفهم الامور هذه هيفهم كيف الترانزستور بيشتغل. اللي بيفهم كيف الترانزستور بيشتغل، طبعا مش انا اللي حدرس كل ترانزستور، اللي بيفهم كيف الترانزستور بيشتغل بصير التعامل مع الالكترونيات سهل، بصير تعامله سهل، بصير تعامله سهل مع الالكترونيات. خلينا نشوف كمان رسمه. في واحد، طبعا مش شرط الست كوثر، اي واحد، في واحد قديش؟ لاحظ ان انا بحط لك ارقام تكون سهله، يعني انا بديش تمسك اله حاسبه تقعد تحسب وتجمع وتضرب، ارقام سهله. دعم، انا بدي دعم التدريب بلاش يجاوب لانه ما بيعرفش يغلط. اوكي، يعني 1 فولت، 1 فولت، 8 فولت، 1 فولت، يعني 1 و8 و1 اللي هم بصيروا ال 10 فولت، يعني هذه عليها 1 فولت على طرفيها. ها، لاحظ انا بقول لك على طرفي هذه 1 فولت، على طرفي هذه 8 فولت، على طرفي هذه 10 فولت. الآن أنا بدي أركز مع في 1. أنا الآن بدي أركز مع في 1. بدي أركز مع في 1. في 1 قديش حيصير؟ لو هذه المقاومة كانت بس 1 فولت. لاحظ انه في واحد كان عليه 1 فولت. الآن قديش حيصير لو في 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 لو المقاومة هذه صارت 1 اوم، هي بقت قديش في الأول؟ 10 كيلو، هنا كانت هي 10 كيلو، هيها 8 كيلو عفوا، هنا كانت 8 كيلو. أنا حولتها من 8 كيلو ل 1 اوم. في واحد قديش حيصير القراءة العادية؟ طبعا طيب ماشي، يعني ما لناش الا الدعم الفني يقول ان دي واحد قديش عليه؟ الواحد اعتبرها وكانها زيرو، يعني الواحد اوم هذه مع الواحد كيلو ما لهاش قيمه، يعني قيمتها بسيطه جدا، فبنعتبرها وكانها ولا حاجه، يعني ما بديش دقه، اللي هي 5 فولت. ماشي الحال، 4 و8 هو اكثر من 4 و8 طبعا، لانه الواحد يوم. خلينا نرجع نفهم النقطه هذه كويس، انه هنا معلش الموضوع هذا، يعني اهم حاجه في كل الدوره انك تكون فاهم الرسمات هذه، اهم حاجه انك تكون فاهم الرسمه هذه. لا ارجع للرسمه هذه كمان مره، لاحظ انه في واحد الان عليه 5 فولت لانه هذه المقاومه صارت 1، هذه ثابته طبعا. هنا المقاومة الجهد اللي كان هنا كان اللي هو 1 فولت، هنا 1 فولت، زي بكتب بالعربي 1 فولت، هنا عندي 1 فولت،
في واحد هنا اللي هو واحد فولت، في واحد هنا اللي هو خمسة فولت. كويس، لاحظ انه المقاومة هذه الثابتة، لكن الجهد اللي هنا تغير. ليش؟ لأنه قيمة المقاومة هذه تغيرت. يعني أنا لو غيرت في قيمة هذه المقاومة زيادة أو نقصان، معنى ذلك أنا بأثر في قيمة الجهد الموجود هنا. وهذه المقاومة يا شباب، هذه المقاومة اللي أنا بشوفها هذه المتغيرة اللي هي الآر، هذه المتغيرة اللي هي هنا 8 كيلو، هنا صارت 1 أوم. هذه هي الترانزستور، هذه هي الترانزستور. الترانزستورة كل وظيفتها انه انا من خلال تحكم فيها بخلي مقاومتها عالية او بخلي مقاومتها منخفضة، فبيأثر هذا على قيمة الجهد الموجود هنا. هذا الاشي انا بسميه تكبير، لان وظيفة الترانزستور هو التكبير. وظيفة الترانزستور هو التكبير. كيف انا بسميه تكبير؟ لانه في الترانزستور ميزته انه لما بدي اكبر المقاومه من 8 كيلو ل 1 اوم بستخدم تيار ضعيف جدا، بستخدم تيار ضعيف، وبالتالي التيار الضعيف هذا بيتكبر هنا وبصير عندي تيار مكبر هنا 5 فولت وهنا 1 فولت. السبب انه هذه المقاومه هي اللي تم تغييرها. ودائما احنا هذا الدرس بنعتبره مقدمه، دائما انا دائما بعتبره هذا الدرس مقدمه للترانزستور، انه الترانزستور هو عباره عن المقاومه 8 كيلو هذه، انه انا بقدر احول الترانزستور من 8 كيلو ل 1 اوم، هو مقدار تغيير في قيمه الترانزستور. كيف يعني؟ هذا مخطط، يعني انا ما بقدرش اليوم انا اجيبك دائره واشرح لك اياها على الترانزستور طالما انت ما اخذتش الترانزستور. كويس؟ لكن اذا انت بتستوعب هذه الدوائر خلاص، يعني انت قاعد تقرا مخططات. لكن قراءه المخططات في حد ذاته، معلش انا الدرس انتهى وانا مضطر امشي، استعجلوني على اخر الناس، يعني سامعين الموبايل قاعد برن، مضطر انا اغادر. ولنا لقاء، طبعا اللقاء القادم ان شاء الله هو هيكون اللقاء الاخير، طبعا مش الاخر ان شاء الله، يعني ان شاء الله بكون يعني لقاء في المستقبل، يعني في دروس قادمه ان شاء الله. اما ان شاء الله يوم السبت، وانتم كمان حتى عشان بس لسه هنشوف ان شاء الله بعض يوم السبت. وطبعا من هالكيت بقول لكم انا كنت مبسوط ان انا كنت بشتغل معاكم، كنت مبسوط انا بشتغل معاكم بصراحة، يعني كانت فترة جيدة، وبأكمل الكلام ان شاء الله المرة الجاية ان شاء الله. ربنا بيرزقكم بواحد كويس. السلام عليكم.